اذا مازال باقيين تعقلوا، كنا قلنا في حلقه اليهود باللي انهم تيقولوا هم شعب الله المختار، اما بقيه البشر هم راه عبيد ليهم. هاد القوم اللي غنهضروا عليهم اليوم اللي ارتكبوا كاع القبائح وابشع الفظائع في حق المسلمين على مر العصور، الدين ديالهم هو الخيانه والعقيده ديالهم هي الغدر بالانبياء وبالمسلمين، اذوا سيدنا الحبيب وجحدوا نبوته ونقضوا العهد. قوم لعنهم الله وغضب عليهم، كيسعوا في الارض فسادا كيف ما قبل كيف اليوم. غادي يدلهم ولا نبسيدنا رسول الله والصحابة الكرام، وخاضوا معهم بزاف ديال المواقف اللي فيها كسروا الشوكة ديالهم وأبادوا جمعهم، ولكن قريب إن شاء الله سيخزيهم الله ويطردهم من الأرض المباركة على يد عباد له مؤمنين. ذكر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أن الساعة ما غاديش تقوم حتى يقتلهم المسلمون فيشي بهم الشجر والحجر من شدة الخب ديالهم، ليكون الماضي ديالهم والمستقبل ديالهم نفس المصير بإذن الله. فمن هنا غادي نبدأ في رحلتنا متوجهين نحو شبه الجزيرة العربية قبل هجرة سيد الخلق للمدينة المنورة، ونشوفوا هاد الخباث شنو داروا. حلقة الليلة جد مهمة، كنتمنى أنكم ما تفلتوهاش. سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هنيئه احوالكم طيبه. اذا كنتم جداد على القناه نقول لكم مرحبا بكم، واذا كنتم من اهل الدار داركم راكم منورينا. شحال هذه ما درنا سؤال حلقه دينيه، اليوم غادي نخلي لكم سؤال وبغيت نشوف الجواب ديالو تحت اذا كنتم غادي تعرفوه. من هو الصحابي الذي لقب باسد الله؟ خير ما تعطلش عليكم اكثر، وما كرهتش انكم هذه الحلقه ما تخليوهاش توقف عندكم وتشاركوها مع احبابكم اقربائكم والمتابعين ديالكم باش كلشي يستافد. قبل ما نبداو خلينا نقول لكم بسم الله، يلا نبدا. فقبل ما يهاجر سيدنا محمد للمدينة، القبل لأنه اليهود متمثلين في بني قينقاع وقريضة والنظير، واللي كانوا كيمثلوا واحد الجزء كبير ومهم من السكان، وكانوا كيتوقعوا باللي أنه اليهود هم أول من ينضم للإسلام، وبلي أنهم غادي يكونوا إخوانا للمسلمين ضد الوثنية واتباعها، حيتاش كونهم أصحاب رسالة سماوية. ولكن اللي غادي يوقع كان العكس تماما، غادي يعيشوا اليهود في المدينة في عزلة تامة حاقدين على الإسلام كرهين للمهاجرين وحتى الأنصار. علاش؟ لأنه ببساطة مولانا تعالى اصطفى الرسول من أمة غير الأمة ديالهم، حيث كانوا تيظنوا بأنه غادي يكون النبي المبعوث منهم، ولكن ماشي داك الشيء. فباش يتجنب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الأذى ديالهم، غادي يخدم على عقد معاهدات معهم، حيتاش المساخط كانوا معروفين عبر التاريخ بالخيانة والخداع. بمجرد دخول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، غادي يعلنوا اليهود مقاطعتهم للإسلام وانحيازهم لقريش، وخلوا المعاهدة اللي دارها معهم رسول الله اللي كانت فيها المعاهدة على التعاون ما بين المسلمين واليهود ضد أي عدو خارجي، ولكن ما التزموش بهذا الشيء في غزوة بدر. وكانت أولى القبائل اللي جهرت بالعداوة هي قبيلة بني قينقاع اللي سكنوا أطراف المدينة، فدبروا مؤامرات اللي كانت كثيرة باش أنهم يقضوا على المسلمين، لكن حاول سيدنا رسول الله أنهم يرجعهم على الباطل فجمعهم في الأسواق ونصحهم وذكرهم بعاقبة كتمان الحق وذكرهم بمصير قريش في بدر، ولكن غادي يجاوبوه بسفاهة قائلين: يا محمد، ما يغركش من نفسك باللي أنك قتلتي نفرا من قريش كانوا قليلين الخبرة في الحروب ما كيعرفوش القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فهنا مولانا تعالى أنزل قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بمعنى قل يا محمد لهؤلاء اليهود الأمثال ديالهم من المشركين اللي هم فرحانين بالقوة ديالهم ويغترون بالأموال ديالهم والأولاد ديالهم، قل لهم ستغلبون وتهزمون في الدنيا على أيدي المؤمنين وتحشرون يوم القيامة، ثم تساقون إلى نار جهنم باش تلقوا فيها المصير ديالكم المؤلم وبئس المهاد، أي بئس المكان اللي هي تؤه نفوسكم في الآخرة بسبب سوء فعلكم. هادشي اللي قال لهم مولانا تعالى. أما في السنة الثانية للهجرة في منتصف شهر شوال، غيجي الموقف اللي كشف الحق ديالهم والمكر ديالهم للمسلمين. كانت واحد المرأة من المسلمين جات للسوق نتاع بني قينقاع وجلست عند إحدى الصاغة ديالهم كتبيع وكتشري،
هذاك عند من جلسه حاول انه يقنعها باش تكشف على وجهها، ولكنها رفضت. فجا واحد اخر من موراها وربط الطرف ديالها بواحد الثوب في خمار ديالها بلا ما تشوفه، ولما وقفات غادي تنكشف العوره ديالها. فصرخت مستغيثه غيجي واحد المسلم وغادي يقتل داك الخنزير اللي دار بها ديك الفعله، وهنا غادي يجتمع يهود بين قينقاع على هذاك المسلم وقتلوه دقدقوه. لما وصل الامر لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام غادي يجمع الصحابه وغادي يجهز الجيش ديالو وغادي ينطلقوا الحصون بني قينقاع في اطراف المدينه، فغادي يضرب عليهم واحد الحصار اللي كان محكما وقطع عليهم كاع الامدادات، واستمر داك الحصار 15 يوم حتى غادي يعلنوا واخيرا اليهود الاستسلام ديالهم والنزول ديالهم على حكم سيدنا رسول الله. وهنا غادي يصدر الحكم باخراج يهود بني قينقاع من المدينه، وغادي يغنموا المسلمين ما لديهم من الاموال، وغادي يتوجهوا بنو قينقاع لواحد المنطقه يقال لها اذرعات بالشام. ما داش وقت طويل حتى هلك اكثرهم تما، وكان العدد ديالهم 700 رجل في غزوه بني النضير. صبر سيدنا محمد على ما كان من امر يهود بني النضير الى ان زاد الامر على الحد ديالو، وهنا غادي يتامروا اليهود باش انهم يقتلوا الحبيب. في العام الخامس من الهجره غادي يحاولوا اليهود باش انهم يختالوا بسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا غادي نقول لكم كيفاش وقع. لما خرج سيدنا رسول الله في واحد النفر او مع واحد المجموعه من اصحابه للديار بني نضير باش انه يستعن بهم في دفع الديه نتاع القتيلين العامريين واللي هما واحد الرجال من بني كلاب، فرقهم عمرو بن اميه الضميري وقتلهم في اول يوم رجب. فقالت قريش راه قتلهم في شهر الحرام. فخرج سيدنا رسول الله لديار بني النضير باش انه يستعن بهم في الديه ديالهم. ديك الساعه غادي يستقبلوه بني النضير بكثير من البشاشه والكياسه الى ما اخره، وحتى لهنا كانت الامور غدا بشكل اللي هو طبيعي، ولكن هادشي ما غاديش يدوم واحد المده طويله. غادي يمشيو اليهود يتخلوا مع بعضياتهم كيتشاوروا قتل سيدنا رسول الله وانهم يغدروا به عليه الصلاه والسلام. اتفقوا على انهم يلوحوا الصخره عليه من فوق داك الجدار اللي كان هو كيستند عليه هو والاصحاب ديالو، ولكن مولانا تعالى بعث لسيدنا رسول الله جبريل باش انه يطالعوا بالكيد نتاع دوك اليهود. سيدنا الحبيب غادي ينوض بالزربه وغادي ينطلق المدينه هو والاصحاب ديالو، وهنا فين قرر سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام محاربه بني النضير وامر صحابه باش انهم يتهيئوا لقتالهم والسير اليهم. سيدنا رسول الله علم بني النضير باش انهم يخويو من هنا العشر ايام، ولكن اثناء المهمه مشى عندهم ابن سلول كبير المنافقين تيقول لهم باش انهم يثبتوا وما يخرجوش، راه ما غاديش يكونوا بوحدهم زعما المسلمين، وعطاهم وعد باش انه يقاتل معاهم. ففرحات اليهود حيت رجعت لهم الثقه والتشجيع ديالهم من داك الكبير ديالهم. حيي بن اخطب صيفط لرسول الله وقال ليه بلي انهم ما غاديش يخرجوا من الديار ديالهم، وانكم نتوما يا المسلمين ديروا اللي بغيتوا. فكبر رسول الله وكبر المسلمون معه، ومشى لهم رسول الله عليه الصلاه والسلام في واحد الركب اللي كان ضخم وحاصرهم في الديار ديالهم. هنا مشاو كيجريو للحصون ديالهم باش انهم يحتاميو بها، وبداو كيرميو على المسلمين بالنبل والحجاره، وكانت النخيل ديالهم والبساتين ديالهم عونا لهم في داك الشيء حيت كانت كبيره وكتغطيهم. فهنا سيدنا رسول الله بقطع بعضها وحرقوها. تخلعوا اعداء الله، فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود اهل الكتاب، يا محمد الست تزعم بلي انك نبي تريد الصلاح؟ افمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ زعما في هذه اللحظه حسوا المسلمون بتانيب الضمير من قولهم، قول نتاع اليهود، وخافوا ليكون ذلك فساد. فقال بعضهم ما تقطعوهاش فانه مما افاء الله علينا، وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها. فانزل الله قوله تعالى في ديك اللحظه ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. ما غاديش يستمر حصار المسلمين اليهود بزاف، دام 6 ليالي وقيل 15 ليله، وقذف الله في قلوبهم الرعب اللي الله يجعل مولانا يقذفوا في هاد اليهود نتاع دابا على فلسطين اللي راهم يقتلوا في اصحاب ارض المباركه. ووافق سيدنا رسول الله على انهم يخرجوا من المدينه بنفوسهم وذراريهم، وان لهم كل ما حملت الابل الا السلاح.
فوافق اليهود على هذا الامر وهدموا البيوت ديالهم بالايدي ديالهم باش انهم ما ياخذوهاش المسلمين. غادي يهزوا النساء ديالهم والصبيان ديالهم على 600 بعير. اسلم منهم فقط الرجلان. مشات طائفه منهم الى خيبر على بعد 100 ميل من المدينه، ومنهم اللي غادي ينزل في واحد الناحيه اللي سميتها جارش بجنوب الشام، وخداو المسلمين السلاح ديالهم والارض ديالهم والديار ديالهم والاموال ديالهم دون قتال. وهنا انزل الله قوله تعالى: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. فمن بعد ما نصر الله المسلمين في غزوه الاحزاب غادي يرجع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لقلب المدينه المنوره فرحا بنصر الله على احزاب المشركين، ولكن في نفس اليوم هبط عليه جبريل بالوحي تخبره بامر مولانا تعالى انه يمشي لبني قريضه ديك القبيله اليهوديه اللي نقضت العهد ديالها مع المسلمين وشاركت في حرب الاحزاب ضدهم. غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لبني قريضه باش يسولهم على السبب نتاع النقد ديالهم او المخالفه ديالهم داك العهد وعن رغبتهم في طلب الصفح، ولكن بني قريضة ما بينو حتى شي ندم او لا اسف، ولكن زادوا في الغطرسة ديالهم والتمادة، وغادي يوصل بهم الامر انهم يسبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اشرف خلق الله. فرجع سيدنا علي سيدنا النبي باش يقول ليه شنو وقع، وهنا عزم سيدنا رسول الله على قتالهم واخراجهم من المدينة. غادي تحرك الجيش الاسلامي بالكامل ديالو بالقوه ديالو الحصون بني قريضه بجيش اللي غادي يبلغ العدد ديالو 3000 مقاتل و30 فارس. في هذه الوقيته غادي تحصنوا اليهود في الحصون ديالهم جنوب المدينه وغادي يبدا القتال. غادي ينضموا نساء اليهود للقتال باش انهم يدافعوا على الحصون ديالهم، ولكن لما قربوا المسلمين من الحصن لاحت يهوديه واحد الحجر ضخم من فوق السور على صحابي اللي سميتو خلاد وقتلته ديك الساعه، وكان هو الشهيد الوحيد في هذيك الغزوه. هذا الامر كان كافي باش انهم يثيروا غضب المسلمين والعزيمه ديالهم على اباده ديك الطائفه الحقيره، وغادي يحاصرهم واحد الحصار اللي كان مرير حتى غادي يسلموا. غادي يشتد الحصار على بني قريضه وبدات الماكله كتسالى لهم والخوف دخل معاهم، فغادي ينصحهم الرئيس ديالهم اللي هو كعب بن اسد بانهم يستسلموا، ولكن ما رضاوش. فصيفطوا لرسول الله عليه الصلاه والسلام كيطالبوا ابا لبابه رضي الله عنه باش انهم يشاوروه حيتاش كان حليف لهم قبل الاسلام، فنصحهم بالنزول على حكم الرسول، ولكن رفضوا الانصياع مره واحده اخرى وطالبوا باش انه يحكم فيهم سعد بن معاذ زعيم الاوس. فخدا سعد موافقه تاع الطرفين، ومن بعد غادي يصدر الحكم ديالو باش انه يقتل الرجال ويسبي النساء والاطفال وتقسيم الاموال. فقال لي سيدنا رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله يا سعد. وغادي امر بسبي النساء والاطفال، وغادي يحفر الخنادق للرجال باش انه يضرب الاعناق ديالهم. فبلغ قتل الرجال ما بين 600 و700، وتقتلات غير مره واحده. وهكذا سيدنا رسول الله قضى على اليهود في المدينه، وغادي تفرق الشمل ديالهم حتى استقر بعضهم في بلاد الشام، بينما استقروا واحد اخرين في خيبر. فكان لذلك عظيم الاثر في ازدياد عداوه ديال اليهود للاسلام والمسلمين. شو علاش كيكرهونا؟ شو علاش ما تيحملوناش؟ اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله. الله الله. اما في الغزوه نتاع يهود خيبر، من بعد ما سيدنا رسول الله عقد مع قريش صلح الحديبيه، رجع رسول الله للمدينه وهو مطمئن واحد شويه. جلس في المدينه تقريبا شهر، كان موجود اصلا للقتال اليهود، واصلا اللي بقى ممن حارب المسلمين واشترك في القتال ديالهم والمعاناه ديالهم في غزوه الاحزاب غير يهود خيبر وغطفان، هاد جوج اللي بقاو. في السنه السابعه للهجره غادي امر سيدنا الحبيب رسول الله صحابه باش انهم يتهيئوا الغزوة خيبر، وجا اللي تخلف من غزوة الحديبية طمعا بالغنيمة اللي وعد بها المسلمون سيدنا رسول الله، حيتاش خيبر معروفة بالخير ديالها الوفير. فغادي يبعث سيدنا النبي مناديا باش انه ما يخرجش لهذا الجهاد الا من هو راغب في الجهاد وماشي من هو الهدف ديالو الغنيمة. وفي هذا الشيء غادي ينزل قول الله تعالى: سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل
سيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. داكشي باش خرج مع النبي اللي كان معاه بصلح الحديبية فقط، حيتاش كان الهدف معروف، علما أنه خيبر كانت بعيدة على المدينة المنورة ب 180 كيلومتر، واللي ولات آخر معقل معاقل اليهود ووكر المؤامرات على الإسلام والمسلمين. في شهر محرم غادي يمشي الجيش بقيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لخيبر بواحد الروح اللي هي إيمانية عالية، على الرغم من علمهم بالمناعة ديال الحصون ديالهم والقوة ديال العتادهم الحربي. فغادي يصيفط رأس المنافقين عبد الله بن أبي ديك الساعة اليهود خيبر كيخبرهم بنبأ توجه المسلمين لهم، وكيطلب منهم باش أنهم ياخذوا الحذر ديالهم وباش أنهم ما يخافوش من المسلمين، حيت راه العدد ديالهم وعتادهم راه قليل. لما ساقوا الخبر بهذا الأمر أهل خيبر صفتوا مبعوثا لقبيلة غطفان كيطلبوا النجدة لوجود واحد الحلف ما بيناتهم، علنوا باللي أنهم غادي يقدموا لهم واحد نصف ثمار خيبر وباللي أنهم غلبوا المسلمين. فتجرت معاهم وتهيئت غطفان وتوجهت لخيبر. طريق جالي غادي يقولون باللي أنهم المسلمين غاروا على الأهالي ديالهم ديال غطفان والأموال ديالهم، فرجعوا وما تقدموش باش يساعدوا يهود خيبر. غادي يستخدم جيش المسلمين خدعه عسكريه وهو في الطريق لخيبر، فبلاص ما انهم يجيبوهم من جهه الجنوب وهي الجهه المتوقعه، توجهوا جهه الشمال باش يفاجئوهم وباش يقطعوا على اليهود طريق الفرار للشام. باتوا المسلمين الليله الاخيره على اطراف خيبر الشماليه بدون ما يحسوا اليهود بوجود ديالهم، فخرجوا في الصباح كيف العاده ديالهم للمزارع ديالهم اليهود، واذا بجيش المسلمين كيهاجموا المدينه ديالهم، فهربوا اليهود كيجروا للحصون ديالهم واتخذوا اوضاع قتاليه باش انهم منعوا المسلمين من اقتحامها. ولكن لما شافوا النبي رجعوا للحصون ديالهم هاربين وتحصنوا بها واتخذوا مواقع دفاعيه. أشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على أنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبتعد على الحصون باش ما تصيبوش النبال، فنزل سيد النبي واتخذ راية سوداء كتسمى العقاب وهزها الحباب بن المنذر ولواء اللي كان أيضا لهز علي بن أبي طالب. كانت خيبر كتكون من شطرين، الأول اللي فيه 5 ديال الحصون والآخر فيه 3 ديال الحصون، فبدأوا المسلمون كيقاتلوا في الشطر الأول، ودامت هذه المعركة أيام طويلة بسبب القدرة التحصينية العالية ديال يهود خيبر ولوجود الكثير من الأسلحة والأغذية عندهم اللي كانت مخزنة في الداخل في ذوك الأحصنة. كانوا يهود خيبر مقتنعين باللي أنهم في منع وقوة كتحميهم من هجوم المسلمين، لأن هاد الحصون 7 ما كانش بحالها في جزيرة العرب. فبدأوا المسلمون كيهج الهجوم ديالهم بقيادة علي بن أبي طالب على واحد الحصن منيع اللي كيتسمى بحصن الناعم، واللي كان خط الدافع الأول لليهود حيتاش كان في واحد المكان اللي هو استراتيجي. فدعاهم علي للاستسلام والأمان ولكن رفضوا وأصروا على المواجهة. حينها غادي يدور واحد القتال اللي هو مرير حول الحصن اللي تقتل فيه عدد من اليهود، وغادي تنهار المقاومة ديالهم واقتحم المسلمون الحصن فاتحين، وغادي يهاجم المسلمون بقيادة الحباب بن المنذر الحصن الثاني اللي كيتسمى بحصن الصعب. ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وبفضل الله في اليوم الثالث غادي يستسلموا اليهود فيه، ولقاوه المسلمون بلي أنه عامر بالمواد الغذائية والأسلحة، حينها غادي يهربوا اليهود. بعد ما سقطوا هذين الحصنين إلى موقع عالي اللي كيتسمى بالقلعة نتاع الزبير، غادي يتقدم المسلمون وغادي يحاصروا قلعة زبير 3 أيام. ولكن جاء واحد الرجل وغادي يخبر سيدنا رسول الله بلي أنه هناك مورد سري لكي يزود هذاك الحصن بالماء، فطلب سيدنا رسول الله باش أنهم يقطعوه باش يخرجوا ذلك الخنازير من ذلك البلاصة. بالفعل خرجوا اليهود بعد أن كادوا أنهم يموتوا وقاتلوا قتال اليأس من النجاة. فاستشهد في ذلك المعركة نفر من الصحابة، ولكن بعدها طاحت هذيك القلعة بفضل الله تعالى. وغادي ننتقل القتال من بعدها إلى قلعة أبي إلى أن سقط الحسنية. فبقوا اليهود كيتسللوا من حصن لحصن لأنه كانت أحصنة بزاف لداخل، إلى أن بفضل الله تعالى غادي نهزموا اليهود وغادي يهربوا مخلي العائلة ديالهم والأموال ديالهم. وبذلك تم فتح الشطر الأول من خيبر، وغادي يتسللوا اليهود بعد وقوع الشطر الأول الشطر الثاني. وفرض المسلمون عليهم الحصار اللي دام 14 يوم، وقبل ما يأمر سيدنا رسول الله بالقصف ديالو بدوك المجنقات اللي هي هذه غنورا لكم في التصويره شي بلاصه هنا، اخيرا غادي يطلبوا اليهود الصلح والتفاوض. وبالفعل كان لهم ذلك من نبي الرحمه، ولكن على شرط باش انهم يخويو دوك الحصون ديالهم ويمشيو في حالهم مع الاهالي ديالهم ولكن بدون سلاح وحتى بدون مال. وهكذا غادي تسقط خيبر، والخير ديالها والغنم ديالها خذوه المسلمون، وسقط من اليهود 93 خنزير. في
حين ارتقى من الصحابة 26 شهيد. ايوا من بعد ثلاث غزوات سيدنا الحبيب معهم، ولكن الحرب ما بيننا وبينهم ستظل قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فوعد الله لنا حق، وعدنا مولانا تعالى باش غادي يرجع لنا دوك الأراضي ديالنا المقدسة، ولن يخلف الله الميعاد. وأخيرا فاللهم انصر إخواننا في القطاع المحاصر، وحق دماءهم واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل شهدائهم. اللهم عليك بأعدائهم الذين كذبوا رسولك وقتلوا الأنبياء والمسلمين، فإنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير. كنتمنى أنه من حلقة الليلة تكونوا استفدتوا منها. ما تبخلوش عليا بأنكم تخطوا على زر الإعجاب لتحت لما تيفكلفكم حتى مجهود، ونقول لكم سلام.